ولكن دابا الحمد لله الى جينا نهضر على الحفا 1967 الى يومنا هذا فهو اليوم حي راقي، حي ممتاز، حي رفيع، حي اللي بدات كتمنى السواح ولا سكان طنجة يزوروه. وحنا فرحانين بزاف بهاد الاصلاحات، بهاد الورشة اللي خدمات هاد الحي، لا من جميع بيبان مسرجم. من كنشكروا سيدنا الله ينصرو اولا والله يحفظه، وكنشكروا سعاده الوالي مسؤولين. يعني هذا حي اللي حسبوه بحال هما كانوا ساكنين فيه، والحمد لله. لا من ناحيه ديال الاناره فهي اناره ممتازه، يعني حي تبدل بصف من مجاميعه. ودابا الحمد لله ولد في حي الحافة تخرج على الشاطئ. وكنتمنى وبغينا هذه المبادره في الاحياء القديمه اللي مازالت مهمشه، نتمنوها تزدهر حتى هي وتكون راقيه، لان هو الازدهار ديال الحي، والحي ملي كيصبح من ارقى الاحياء راه هو تبارك الله. دابا السياح كيجيو حتى كيوصلوا عندنا الدار، حتى كيجيب لهم الله راه الطريق كتصفي ولا، ولكن من هنا كيهودوا للبحر، وهذا شيء جميل كيزيد في ازدهار البلاد وفي التقويه ديال السياحه البلاد. خلو ترابي في الحافه، هنا ولد وليداتي وليداتي بوليداتهم، وحنا كنحمد الله والله اللي خطيكم علينا. رجعت الحومه ديالنا هيدا مزيانه ومبرعه، ما كرهناش يعملونا واحد الطراسه هافينه، ما يبقاش هذا الربيع، ما بقاش هذا الربيع بغارتنا هافينه، ما بقاش حتى كيسيبونا الزبل هافينه الطراسه. الحومه احسن من اللي كانت، حنا مساعد بها، حنا مساعد بها، الحومة غزالة رجعت. عدلونا الطريق، عملونا المحابق، صبغونا، بدلونا الطيقان، اللي عندهم الطيقان ماشي مزيانين بدلوهم وعملوا البيبان. ياه الله يوقف معاهم. والحباب ديالنا اللي خطيهم علينا. أنا من سكان حي الحافة، زعما الصراحة كنشكروا السيد الوالي على هاد الإصلاحات اللي قام بهاد الحي. زاد شويه رجع كيدخلوا له السياح وبزاف الاجانب، يعني الصراحه باقي ناقصين شي حاجه، لان المواصلات ما كيوصلوناش حتى هنايا، عندنا قاطعين ممنوع طلعوا السيارات هنا هذا الشارع هذا. كنتمنوا زعما يبقى يوصلوا السيارات ويعملوا لنا مقاهي بحال هذا، شي حاجه بحال هذا، بنادم يبقى زعما مستوي الجو اجانب ولا هذه، يديو واحد النظره مزيونه على هذه الحياه. عملوا لنا هاد المحابق وعبدلوا بيبان وسكسفوا على الحي، بناو بيتو وعدوا واحد التراسه رفينه، يعني باقي اصلاحات، باقي خصهم يزيدوا شي حاجه. هذا دابا احسن من اللي كنا بزاف، ماشي زعما راه حيت الحي تبارك الله رجعوا كيجيو لي له جميع اجناس من العالم، اسبانيولا فرانسيسا، يعني كانت تكون النهار كتصبح اجانب هنايا، اسبانيولا فرانسيسا المقالزه كنتلاقاو بهم هنايا، كيجيو يطلعوا على الطريفه بزاف. اسبانيا هي فينيا قريبه. كنشكروا انتما على الاستضافه ديالكم، الله يجازيهم بخير. ما كانتش الدنيا قبل هيدا، دابا الدنيا تعوطت مزيانه والامور مشات كامله مزيانه، ما كناش كنتصوروا هيدا غادي نكونوا، ودابا الله يجازيهم بخير، تعاملوا معنا وعدلوا لنا وصلحوا لنا، الله يجازيهم بخير، الله يرحم الوالدين. الطريق دابا بحال تعدلت، الديور تبيطوا، الطريق تعوطت، كلشي المسائل كامله دابا مزيانه، الله يجازيهم بخير.
والديوان تعوطوا مزيانين، عدلوا لنا الديوان، الدنيا مضويه مزيانه، والرياح بداو كيدخلوا عندنا، كل شيء بدا كيهاود عندنا، طريق البحر، الحومه. كنشكروا يوم 24 اللي زارتنا في حي الحافه. وحي الحافه كان واحد الحي اللي هو مثلا اعاده الهيكله ديالو كان مهدد السقوط، كان مهدد هذا، تم فيه الترميم وتمت فيه عطاو المجهود ديالهم لا من الشركه اللي خدمت ولا من السيد من السلطه المحليه اللي كانت كتراقب هذا الشغل ولا من شركه العمره الله يجازيهم بخير. وقفوا وعملوا المجهود ديالهم مزيان باش خرج هذا الشيء هذا مزيون، وهذه واحد الصوره اللي هي كتبان كيشوفها العالم، هذا المطار هذا كيشوفوا العالم، انجلزان فرنسيس اسبانيول برتغال كل شيء كيجي لنا هنا كيشوف. بغيت عين نسال انايا اللي بقى هو تم الترميم على كل شيء وعلى المسائل كامله، وهذا المسجد اللي هو كنجمعوا فيه يعني يوميا صلوات الخمس الجمعه الاعياد اللي هو بقى في هذه الحاله هذه يعني بشيعه بزاف. انا للي كنقول انا وبعد السكان من هنا كنقولوا كو خلوا المنازل ديالنا ما يصلحوهم ناشي كانوا يصلحون المسجد. علاش؟ لان المسجد كيجمعنا والمنزل ديالي كنتجمعنا والاسره ديالي، فهمتي؟ الا جا شي واحد مرحبا به، ولكن المسجد كيجمعنا حنا والساكنه كامله، كنجمعوا كنتلاقاو نهار الجمعه كنزوروا بعضياتنا في الاعياد في هذا الحمد لله.